أحسن الله إليكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم ميم الرياض يقول: كيف تكون عقيدة الإنسان سليمة وهو لم يفرق أو لم يعرف نواقض الإسلام ومات على ذلك ولم ينكر شيء منها، فهل يعتبر آثما؟ نعم، إذا كان من العوام عقيدته سليمة فإنه يعتبر مسلما مؤمنا، وإذا مات على ذلك فإنه مات على الإسلام ولو لم يعرف نواقض الإسلام، لكن معرفتها فيها خير لأجل أن يتجنبها، نجل أن يحذر منها، فيكون مقصرا في طلب العلم ومعرفة ما يجب عليه، لكن هذا لا ينقص في إيمانه وعقيدته إن شاء الله إذا لم يرتكب ناقضا من هذه النواقض. نعم.